ويقوم بغسل الجسم ديالو من الداخل، ممكن يغسل الجسم ديالو من الداخل. نعم ممكن. شيء جميل، وخاصو يكون قادر على هذه الطرق. وهاد البيطة العين هذه كتمتص جميع السموم اللي كاينه في الكبد. هذه الديتوكس هذا يعني الكلينس، الغسل ديال الكبد سهل. الغسل ديال الطحال والبنكرياس، خصوصا عليه الاطباء ملي يجيو عندهم ناس عندهم تسمم ديال المعادن ثقيله اللي ولات كثيره. نعم. هاد الجليتاتيون، عندنا الليبويت، وعندنا الاي دي تي اي، وعندنا حتى الدي ام اس اي، حتى هو ممكن الناس يعني يخدموا به في هذا الكيلاتاسيون، علاش هادو كيخرجوا المعادن الثقيله، والمعادن الثقيله هي اللي عندنا معها مشكل. لما يعلم الشخص او يشخص عنده مرض، اول خطوه ماشي هي تخلع، اول خطوه هي انه يغير نمط عيشه ويقوم بغسل الجسم ديالو من الداخل. ممكن يغسل الجسم ديالو من الداخل. نعم ممكن. جميل. وخاصو يكون قادر على هذه الطرق. نعم. خاصو يكون قادر عليها، لان كاين اللي باغي يتعالج وما باغيش يسمح في بعض الاغذيه. طرح السموم تكون اولا بالامتناع عن تناول المواد السامه. انت باغي تطرح السموم ومازال كتاكل سموم، ما عمر هذاك الجسم غيتخلص من السموم. كل نعم، خصو يتوقف عن تناول المواد التي تحمل هذه الاشياء من نعم. المضافات الغذائيه، من المبيدات، من اشياء هذه هي ثانيا انتهاج طبخ نظيف في الطين، في لينوكس ولا في النحاس. نعم جيد، هذه النقطه الثانيه. نعم. ثالثا خص العامل ديال الجوع. كاين الامريكيين كي عندهم جوج المستويات ديال الجوع. الامريكيين تيتكلموا على الفاستين اللي هو الصيام الشرعي. نعم. هنا الصيام فاستين تتعني صيام. نعم. وكاين ستارفيشن، تجويع. تجويع نعم، هذا التجويع. نعم. كاين هذا الطرق على حسب الطرق. يعني الاول نقطه المهمه في طرح السموم هي التوقف، هي الامتناع عن تناول المواد اللي يغير نمط العيش ديالو لمده. نعم. واحد اسبوع ولا اكثر. ثم انتهاج مواد طازجه. علاش طازجه؟ يعني ملي كنبغيو نطرحوا السموم الكلينس كنعملوه بالمواد الطازجه. كاين مواد ما كنطيب نطبخوهاش. كاين مواد لا تطبخ، شنو هي؟ الفواكه. فواكه او بعض السلطات. وكاين بعض الخضار اللي كناكلوها طازجه، من بحال يعني هذه البنجر هذه اللي كنسميو الباربا، الخرشوف، بحال البسباس، بحال الفقوس، بحال الخيار، بحال الجزر، بحال الاشياء هذه اللي يمكننا ناكلوها طازجه. وحتى لبل الان الاوروبيين وصلوا حتى القرعيات، حتى القرعه ولاو كيطحنوها خضراء. نعم. يعني طازجه كيعملوها عصير. هذه جيد، علاش لما لا. وكاين معاهم بعض الاوراق، يعني القصبر الخضر، هذا القصبور الكزبره، يعني هذه فريش تكون خضراء. نعم. هذه تكون طازجه، تطحن مع الماء، معها الماعد، ممكن كاين اللي يخلطها مع الفواكه كتعطي عصير جميل. نعم جيد. مع المقدونيس. وكاين هذه الاوراق اللي خارجه دابا، يعني هذه الحلقه غادا تسمعوها الناس في الوقت جيد. نعم. كاين الاوراق اللي كتخرج مثل السلق، مثل الخبيزه، مثل الاشياء. الخبيزه ما كياكلوهاش مغاربه خضراء، ولكن السلق، هذا السلق الحميضه. نعم. ممكن الناس ياكلوهم يؤكل طازج. نعم. ولا تطحن جيد هذو، لان هذو فيهم مكونات يعني هائله، هذو ممكن يطرحوا الجسم. كاين عندنا الفواكه اللي كتطرح السموم من الجسم، ولات عندنا في المغرب البابايا. نعم جيد. ولا عندنا الانتاج البابايا. فعلا عندنا البابايا، وعندنا السفرجل. نعم. السفرجل يطرح السموم من الجسم. عندنا التفاح كذلك. نعم. التفاح يطرح. وعندنا البومبلوموس، هذا الجري فروس. نعم. هذا البرتقال الهندي، هذه البومبلوموس، هذو اشياء يعني كيطرحوا. ثم يساعد على طرح السموم. نعم اكيد. ثم يعني شرب الماء. نعم. يعني الشخص خاصو يشرب الماء. نعم. اما ينتهج مع الصباح ملي فيه خصو يشرب واحد لتر، ما كيفطرش 40 دقيقه. نعم. ما يفطرش 40 دقيقه، والفطور ديالو يكون اشياء بسيطه. نعم. كاس الشاعر يكون مشربه بالخضار، شاي مع الخبز. ثم يبقى في اليوم ديالو، طول اليوم ديالو كله يبقى يشرب كوب كبير من الماء على راس كل ساعه. نعم. المهم في الحصيله اليوميه خصو يكون عنده فوق 3 لتر ونص من الماء، وباش يشرب الماء كثير خصو يدفيه شويه، ما يكونش بارد، يدفيه. نعم. شويه باش يشرب الماء، ويكون ماء نظيف، يعني يغلي الماء في داره ويتسناه تيبرد، ولا ياخذ ماء معدني، ولا يصفي
تصفي الماء كاين دابا الناس ولاو عندهم هذوك المصفات ديال الماء. نعم جيد، لما لا؟ اللي ما قدرش على الماء، الماء البارد ما تقدرش تشربه، ولكن الماء دافي تقدر تشرب منه كثير. نعم. يزيد معاه قطرات ديال الحامض. نعم. يزيد معاه قطرات ديال الحامض، ممكن ممكن يحليه بالعسل، لما لا؟ الا كان عنده العسل الحار في اليوم ديالو ملي كيعمل ديتوكس، ملي كيعمل كلينس. نعم. خصو ياكل اشياء طازجه ما امكن، وياكل مش ما ياكلش، ياكل الفواكه. نعم. الان هذو الخضر الطازجه، ونعم في العشيه ياخذ بوطاج، هذا ياكل شربه الخضر. نعم. وياخذ عصير، ياخذ عصير الفواكه، ويستهلك فواكه، لما لا؟ يعني لما لا؟ نعم. هذه بكثره، يعني الناس اللي عندهم امساك مثلا، الناس اللي عندهم امساك الا شربوا الماء بكثره. نعم. لتر الصباح وما يفطرش على 40 دقيقه، وفي اليوم ديالو كله يبقى يشرب الماء وياخذ فواكه، فواكه كثر ما تضرش، ياكل غير ما يكونش فيه سكري. نعم. ما يكونش الشخص مصاب بالسكري. نعم. هذا ياخذ هذا العصير، هذا عصير الفواكه مع الخضر طازجة، وغادي يشوف بان عليا ملي غادي يشوف راسه واحد الايام غيولي طبيعي، ملي غادي يمشي الامساك غادي يعرف بان الجسم ديالو جيد. فالكبد ممكن نغسلوه بعصائر بعض الاشياء اللي فيها البيتالاين. نعم. لان البيتالاين كتعطينا الكولين. نعم. وهذه البيتالاين هذه كتمتص جميع السموم اللي كاينه في الكبد، اللي كاينه في الباربه مثلا، البنجر. نعم. عصير خضراء، الباربه خضراء، ماشي مسلوقه، لان الغالبيه ديال المغاربه كيسلقوها، غير ما يكونش عنده ديابيت، لان البنجر فيه سكر. اه فيه سكر مرتفع. البنجر يطحن مع ماء معدني. نعم. ويشرب البنجر الباربه. نعم. وكذلك التفاح، التفاح حتى هو يزيل السموميه ديال الكبد. عندنا الجريب فروتس. نعم. هذا البومبلوموس. نعم. وعندنا هذا الباباي. نعم. باباي حتى هو جيد لهذا، هو الباباي كيغسل المعده، كيساعد المعده، ولكن خصوصا دكتور الى خلطنا هاد الفواكه كلها. نعم. مع نعم. المعدني يعطي، اللي لقى شي حاجه يقضي بها، اللي بغى يخلط ثلاثه يخلطهم جيد. جيد. المغرب عندنا الحمد لله. نعم. عندنا كاين افكار، الله سبحانه وتعالى خلق عندنا الاشياء كلها في المغرب الحمد لله، اللي موجوده لا في الامريكا اللاتينيه ولا اللي موجوده في اسيا. وهذا فضل من الله. ما عندناش الجين زين، وعندنا الشاي قليل، ما عندناش القهوه، ولكن عندنا كان، وعندنا الترفاس، وعندنا اشياء جميله في يعني. نعم. في المغرب الوطن. نعم. حتى هذاك الجوز، هذا القرقاع الابيض، هذاك الجوز راه كاينين في المغرب، راه قليل اللي عارف هذه. نعم. كاين فوق، كاين من ناحيه ازيلان وهذا الشيء. نعم. نعم. هذا كاين ماشي لينوازيت، كاين لينوا ولينوازيت. نعم. يعني هذو عندنا احنا في المغرب هذه. نعم. ما شاء الله، يعني هذا القرقاع الابيض، هذه الديتوكس، هذا يعني الكلينس، الغسل ديال الكبد سهل. الاعضاء. آه الغسل ديال الطحال والبنكرياس، وهذا هو تقريبا الاعضاء هي تمشي سواء هذه. الطحال. نعم. كيتغسل غير بالماء، تشرب الماء غير بالماء، بحال الاخوان ديالنا المغاربه اللي كيعيشوا خارج المغرب، بحال في الولايات المتحده، في كندا، في المانيا، في الدول الاسكندنافيه، هذو الى لقاو ديستيلد واتر، لقاو ديستيلد واتر كنظن يشربوا هذا عوض الماء المعدني، يشربوا هذا ديستيلد واتر، هذا الماء المقطر. نعم. وعندهم بعض المنتوجات اللي ممكن يلقاوها عندهم تما في هذه الدول هذه، مثل الجليطاتيون. نعم. يشريوا هذه الجليطاتيون، ويشريوا حتى الليبويت، هذه الاسيد ليبويك، حمض الليبويك، حتى هو كيتباع، كاين تما عندهم، وكاين عندهم الاي تي ار، هذه الايتيل ديامين تترا اسيتيك، الايتيل دي امين تترا اسيتيك، اقولها مرتين، هذا. نعم. هو عندهم موجود في هذه الدول هذه، ولا كيتباع عندهم. نعم. وكاين حتى في المستشفيات، يعني كاين العيادات راه فيهم الاي دي تي اي، كاين الاطباء ممكن يستعملوه الناس هذا. نعم. يعني الكلينز ديتوكس، خصوصا علي الاطباء ملي يجيو عندهم ناس عندهم تسمم ديال المعادن الثقيله اللي ولات كثيره. نعم. ملي كيكون يجيب لي التحليله عنده تسمم ديال المعادن الثقيله، الطبيب خصو يدياليزيه بعدا. نعم. خصو يغسل السيد الجسم ديالو، يعني بحال في المانيا الطبيب كيعمل دياليز عنده في العياده ديالو، كيعمل الشخص دياليز، يعني خصو يخرج ثم يعاود يحقن ليه المعادن الجيده مثل الكالسيوم ومثل المغنيسيوم، هذاك الشيء كيعاود يحقنهم ليه. هذه نعم. طريقه ممكن، يعني حتى الاطباء ديالنا ممكن يعملوا هذا الكلينس للناس، علاش؟ نعم. يعني داخل في، انت هو داخل في الاشياء، الممارسات الطبيه اللي ممكن الطبيب يقوم بها بسهوله، ما عندوش مشكل. نعم. عندنا هذا الجليتاتيون، وعندنا الليبويت، وعندنا الاي دي تي اي، وعندنا حتى الدي ام اس اي، حتى هو ممكن الناس يعني يخدموا به في هذا الكيلاتاسيون، علاش؟ هذو كيخرجوا المعادن الثقيله، والمعادن الثقيله هي اللي عندنا معها مشكل. الكبريت كيكون في الكبد، هذا الاوكسيداتيف ستريس كيكون في الكبد، الكبد كيتسمم الكبريت. من قبل كنا كناكلوا قطاني مره في الاسبوع. نعم. الان القطاني يوميا،
نعم. بخصوص الأطفال، الأطفال خاصهم يأكلوا القطاني يوميا، علاش؟ لأن القطاني فيه من الموليبدينيوم. نعم. والموليبدينيوم هو اللي كيحفز الأنزيم ديال السلفايت أوكسيدايز. جيد. السلفايت أوكسيدايز هي اللي كتكون في الكبد، هي اللي كدير تعطي ستريس. هل الأدوية تخلي نعم؟ والحبر. نعم، جميع الأدوية عندها أثار سلبي على أعراض جانبية. نعم. ليس هناك دواء من الأسبرين حتى الأخير دواء. ليس هنا دواء ما عندوش أعراض جانبية، ومكتوبة في البروسبكتوس، حتى الصانع يكتبها والأطباء عارفين بأن كاين أعراض جانبية. نعم. غير والأدوية ما كتكونش لمدة طويلة. نعم. بحال الأنتيبيوتكس كيعطيها الطبيب لمدة معينة، 10 أيام 15 يوم، أشياء هكذا. كاين الأدوية مع هو كما قال، كاين الأدوية اللي غادي ياخذها الشخص طول معاه على طول. نعم. هذه عندها سمومية وعلى المدى الطويل، بحال كنعرفوا بأن الناس اللي عندهم الهايبرتانشن، اللي عندهم ارتفاع الضغط، مع كثرة استعمال الأقراص ومع الأشياء هذه اللي ما كيردوش البال الأكل ديالهم، ما خصهمش ياكلوا الدسم، الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط ممنوع عليهم الشحم الحيواني، فهادو كيوصلوا في الأخير للتصفية دياليز. نعم. كيوصلوا للتصفية في الأخير. تصفية الكلى. نعم. هذه السمومية والتأثير ديال 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 الأدوية كيكون خاطئ. تأثير الأدوية والناس اللي تعالجوا لمدة طويلة مع التلوث كيأثر على الغدة الدرقية. نعم. كذلك.